فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قرأ الإنسان القرآن عن طريق الجوال فهل يشترط الطهارة؟ الجوال ليس مصحفا، لا يعتبر مصحفا، وإنما هو شاشة تظهر فيها الآيات وليس مصحفا، فلا يأخذ أحكام المصحف. أنت لو معك جوال تسميه مصحف؟ ما تسميه مصحف، إنما تظهر الآيات على الشاشة فقط وتروح إذا بغيت راحت. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.